بتاع ريجيد بودي. الفريم هو عبارة عن أكتر من ريجيد بودي متجمعين مع بعض، يعني كأن أنا عندي 2 أو 3 ريجيد بودي وربطتهم ببعض، تمام؟ فهنا يا باشمهندسين نخلي بالنا ازاي هربط التو ريجيد بودي ببعض. اهو الاي بي سي، الاي بي السلايد باين عندكم يا باشمهندسين؟ ايوه باشمهندس. تمام. الاي بي سي ده مثال للفريم عندنا، ده فريم زي ما انت شايفه كده مكون من 2 ريجيد بودي او 2 رود، واحد اي بي والتاني بي سي. خلي بالك من حاجتين بقى، من النوعين من السبورتس. في حاجه اسمها اكسترنال سبورت، وده اللي احنا خدناه في شابتر 5، وفي حاجه اسمها انترنال سبورت او انترنال بن، وده هو الجديد عندنا. الاكسترنال سبورت ان انا اربط ما بين الممبر عندي زي الاي بي والجراوند، زي البين عند سي والبين عند ايه، دي اسمها اكسترنال سبورت. طب الانترنال سبورت دي في مشكله يا باشمهندسين ولا الدنيا تمام؟ لا تمام تمام خلاص. فنقطه بي دي، نقطه بي هي الانترنال بين ان انا اربط فدي برضو من ضمن الحاجات دي. يا باشمهندسين مين اللي فتح المايك؟ الناس معايا؟ باشمهندس اتفضل ماشي تاني، هنبدأ من الأول تاني. ثانية واحدة، دلوقتي انا عندي اهو الفريم. ايه هو الفريم؟ هو ان انا عندي اكتر من ممبر وربطتهم ببعض، زي الممبر اي بي والممبر بي سي، ربطتهم ببعض عن طريق انترنال بين. اما ايه هي بقى الفرق بين الاكسترنال سبورت والانترنال سبورت؟ الاكسترنال سبورت ان انا اربط ما بين الممبر والجراوند. طب والانترنال؟ ان انا اربط ما بين الممبر والممبر. طيب لما اجي ارسم الفري بادي دايجرام بتاع الفريم، لما اجي ارسم الفري بادي دايجرام بتاع الفريم، مش بتاع ممبر لوحده، مش بتاع الاي بي ولا بتاع البي سي، لا بتاع الاي بي سي، بيقول ما بيظهرش الانترنال رياكشن اللي هو نتيجه الانترنال بين او الانترنال سبورت، بيظهر بس الاكسترنال فورسز والاكسترنال رياكشن. يعني يعني الاي الرياكشن بتاعها هيظهر، والسي الرياكشن بتاعها هيظهر، والكابل ده هيظهر، والفورس اللي هي بي دي هتظهر، لكن الانترنال دي مش هتظهر. فعشان كده ظهر عندي اي اكس واي واي وسي اكس وسي واي بتاع كل بين، لكن بالنسبه للبي ما ظهرش حاجه. طيب لما بنيجي بقى نعمل سيباريشن او نعمل فصل للممبرز عشان ندرسها، طبعا يا باشمهندسين مش فاهم مين اللي بيفتح المايك. لما نيجي نعمل فصل او سيباريشن للممبرز زي الاي بي والبي سي، ممكن اعرف واحده بقى انا مش فاهم مين اللي بيتكلم بس خالص. انا اخلي، معلش اخليك يا فارس معايا. فارس معايا، انا اخليك بريزنتر برضو عشان معلش اتقل عليك يعني اي حد. عشان لما انا بعمل فول سكرين ما بقدرش. تمام خلاص، انت دلوقتي بقيت بريزنتر، فلو اي حد لقيته فتح المايك وسرح كده
تمام خلاص. نرجع تاني يا باشمهندسين، لما بقى لما اجي اعمل سيباريشن زي ما انت شفت كده وهرسم الفري بادي دياجرام بتاع الاي بي، بحط اول حاجه الاكسترنال رياكشن اللي انا حاطه الاي اكس والاي واي، وبحط الكابل اللي كان موجود عليه. باجي عند البي بفرض البي اكس والبي واي في اي تو دايركشن، يعني بفرض البي اكس زي ما انت شايفها كده فردها شمال ولتحت. يا باشمهندس اجي بقى للبي سي، انت في الاي بي هتفرضها في اي اتجاه، لكن لما تيجي للبي سي تفرضها في عكس الاتجاه التاني. يعني البي اكس والبي واي كانوا شمال والتحت، يبقى البي اكس والبي واي يمين والفوق عكس البي اكس والبي واي. ليه؟ عشان لما نيجي نجمع الاثنين على بعض، يعني لو فرضنا ان احنا نجمع الاثنين على بعض لازم ده يكنسل ده. لو جمعت الاثنين على بعض والاثنين ما كنسلوش بعض مش هيبقى فيه كوليبر. وطبعا بنكمل ونحط الاكسترنال رياكشن زي ما حطيناه في الفريم ونحطه هنا. تمام؟ فادي البن اهي، البن لما جيت جمعتهم على بعض زي ما انت شايف كده، البي اكس والبي اكس الاثنين عكس بعض، والبي واي والبي واي الاثنين عكس بعض عشان يحصل الايكوليبريم. ده بالنسبه للممبر بي سي، وده بالنسبه للممبر اي بي. في النهايه لازم تبقى عارف الفريم، ان الفريم لوحده ممكن اطبق عليه الثري اكويشن بتوعنا، سمشن اف اوف اكس بزيرو، سمشن اف اوف واي بزيرو، والمومنت عند اي بوينت بزيرو. وكل ممبر لوحده ممكن اطبق عليه الثلاثه اكويشن، يعني الاي بي الاي بي ده اقدر اطبق عليه الثلاثه اكويشن برضه، والبي سي ده اقدر اطبق عليه الثلاثه اكويشن برضه. يعني في النهايه المعادلات الاتزان للفريم ده تسعة معادلات. تمام؟ طيب في حاجه لازم تعرفها اسمها التو فورس ممبر. والتو فورس ممبر دي مهمه جدا لان هي بتقلل لي عدد الانونز اللي في المساله. يعني المساله يا باشمهندسين لو بتبص على المسائل بتلاقي ان التو فورس ممبر ده لو هو موجود بدل ما يبقى عدد المساله الانونز اربعه عليه بيبقى واحد بس. ازاي؟ لو انا عندي ممبر زي الاي بي، ممبر مايل كده، اولا يعني ايه تو فورس ممبر عشان تبقى فاهمه؟ يعني ممبر ما بيأثرش الفورسز عليه غير في نقطتين، تمام، اللي هي نقطه A ونقطه B، ما بيبقاش فيه اي حاجه في النص عليه سواء فورس او حتى كابل. يعني لو حطيت كابل هنا او حطيت كابل هنا في النص ما بين A B خلاص ما بقاش تو فورس ممبر، بقى ايه؟ بقى 3 فورس ممبر او مالتي فورس ممبر. لكن طول ما هو ما فيش اي حاجه اي فرصه بتاثر غير في نقطه A ونقطه B ده اصبح تو فورس ممبر. الميزه اللي فيه زي ما انت شايف على الرسمه بقى في فرصة واحده بتاثر من A ل B، باثر من اخر نقطه في الكيرف او نقطه في الكيرف اللي هي نقطه A ونقطه B، ويبقى الفرصة واحده بتاثر عليهم. يعني الاف A دي بقت A بقت F، والاف B دي بقت F. طبعا اللي هتلاقي الفرصة مايله ولا عموديه زي ما انا عامل لك عليها اكس، وعامل لك على اكس على الثلاث حاجات دول، دي مايله ودي عامله بالشكل كده، الاثنين دول غلط. لا، بنوصل بين اخر نقطه واول نقطه ويبقى الفرصة عليها، يبقى الاف اي هنا باف والاف بي هنا باف. وبالتالي لو انا كنت لو دخل مالتي فورس ممبر كان هيبقى عامل ازاي؟ اهو ارسمه لي. يعني لو دخل مالتي فورس ممبر كنت هتيجي عند الايه؟ يعني لو كنت حاطط لود واحدة بس كنت هاجي عند الايه هعمل ايه؟ احط اي اكس واي واي، وكنت هاجي هنا عند البي احط بي اكس وبي واي. يعني ده اي اكس ده اي واي وده اي اكس وده بي اكس
وده بي واي. شلت انا بدل اربعة انون زي ما انت شايف كده بقوا كام؟ بقوا واحدة عبارة عن اف، وانا عارف الدايركشن بتاعها بيأثر على ما بوصل من الـ A للـ B. فبدل طبعا الـ F A بقت F، وبدل F B بقت F، والدايركشن بتاعها معروف. يعني شوف لو انت تعاملت معاها وانت مش عارف التو فورس ممبر هيبقى عندك اربعة انون، انون في المسألة. طيب لو عندي الممبر هوريزونتال او فيرتيكال نفس النظام، هيبقى عندي فورس واحده بتاثر على اللاين، بس طبعا الهوريزونتال والفيرتيكال مش محتاج ان انا او مايل حتى مجرد خط، يعني مش محتاج ان انا اوصل بالحاجه، الكيرف دي هو اللي بوصل فيه، لكن الخط مش محتاج ان انا اوصل، هيبقى على نفس الخط، لا اما عاملين تنشن للممبر لا اما عاملين له كومبريشن، سواء كده او كده زي ما انت شايف. تمام. فمهم يا باشمهندس، هي لو كيرف كده في اي حاله ممكن اخلي الافات واحده ولا لازم يكونوا على نفس الهوريزونتال؟ لا، لازم توصل بين اخر نقطه في الكيرف واول نقطه في الكيرف ويبقى عليها الاف واحده. قصدي يعني لازم يكون الفورس بي والفورس ايه لازم يكونوا على نفس الهوريزونتال لاين. يعني مثلا في تاني رسمه دي ما ينفعش؟ ده ما ينفعش. طيب تمام، شكرا. تمام، لازم يبقى على نفس اللاين. اه تمام. فمهم جدا يا باشمهندس، ودي خطوه تلاقيها اساسيه معاك وانت بتحل الفريم، ان انا قبل ما ابتدي ارسم الفريم، قبل ما اشوف هحل الفريم ولا لا، احدد التو فورس ممبر اللي عليه، لان وجوده بيسهل لي المساله، بيقلل لي عدد الانون زي ما انت شايف. عدم وجوده بيصعب المساله اكتر. تمام، فبيخلي الانونز كتيره. ففي كل مساله هتلاقينا بنسال نفسنا سؤال قبل ما نبدا نحل المساله، هو في تو فورس ممبر عندي ولا لا؟ يا باشمهندس تمام. طيب ففي كل ممبر هيبقى عندنا تو فورس ممبر، في كل مساله هيبقى فيها 2 فورس ممبر، هتسهل عليا نفس المساله. طيب تعالى بقى نيجي لل 3 فورس ممبر. ال 3 فورس ممبر في حالتين بس، طبعا احنا هتلاقينا ما بنستخدمش ال 3 فورس ممبر ده قوي واحنا بنحسب. ليه؟ ال 3 فورس ممبر يا باشمهندس عشان يحصل اتزان فيه لازم الثلاثه فورسز دول لا اما يبقوا باقي زي في حاله بي، لا اما يبقوا بيمروا بنقطه زي في حالة A اللي هي نقطة الأورجن. بس طبعا عشان تلاقي تقدر تحدد الفورس التالتة الدايركشن بتاعها فين، لازم تبقى عارف الدايركشن بتاع اتنين فورسز، يعني لازم تبقى عارف الدايركشن بتاع اتنين فورسز وتوصلهم ببعض، وبعد كده تروح عامل امتداد من النقطة دي لحد الفورس التالتة، فهتلاقي نفسك مش هتبقى محتاج، يعني مش هتبقى محتاجها في الحل، مش هنستخدمها في الحل، بنخليها كلها اكس وواي وخلاص. يعني بنخلي اف 1 دي اف اكس واف واي، ونخلي اف 3 اف اكس واف واي، وبنحسبها عند بالمومنت عادي، ونلاقي نفسنا بنطلعها اسهل. يعني مش هيبقى ليها وجه استفاده قوي، لكن هي معلومه تستفاد منها، يعني ممكن تستفاد منها في حاله واحد، في حاله ايه؟ لو انا عارف الدايركشن بتاع اتنين فورسز الفرصة الثالثة دي لازم امتدادها هيمر بيها، فأقدر أعرف الدايركشن بتاعها بالمرة. لكن في حقيقة الأمر في المسائل واحنا بنحل، مش هتلاقي نفسك بتسأل نفسك هو ده سي فورس ممبر ولا لا، هتلاقي نفسك بتحط مكان الرياكشن اكس وواي ومكان الرياكشن اكس وواي وخلاص. تمام؟ حد عنده سؤال؟ مش عارف ان هم 3 فورس ممبرز بعمل ايه بالظبط؟ ايه؟ لما بعرف ان هم 3 فورس ممبرز بعمل ايه بالظبط؟ لا، دي معلومه. لما بتعرف ان 3 فورس ممبر يبقى لازم تبقى عارف ان الثلاثه فورسز دول بيلتقوا في نقطه. تمام؟ لكن مش هتلاقيك نفسك بتحتاجها في المسائل، ما ده اللي بقوله، مش هتلاقي نفسك بتحتاجها في المسائل، لان احنا ما بناخدش الريزلتنت للرياكشن، ما بنتعملش كده، بنخليه اكس وواي، ولو في هنا رياكشن تاني بنخليه اكس وواي، فهتلاقي نفسك انت مش محتاج ان انت تبقى عارف الدايركشن هنا والدايركشن هنا، هتلاقي نفسك بتصعب على نفسك المساله. ولا
فورس ممبر عشان يصوت زي كان لازم دي المومنت عندها بزيرو بس. لكن لو كيرف بوصل من اخر نقطه في الكيرف واول نقطه في الكيرف ويبقى الاف اي والاف بي هي اللي على نفس اللاين هي اللي على اللاين ده. تمام شكرا. تمام حد عنده سؤال تاني؟ ها تمام يا باشمهندسين. يعني لما بنعرف ان هم 3 فورس ممبرز بنعرف ان هم بيلتقوا في حته واحده صح؟ اه او بيبقوا بارل. طب احنا بنعرف منين ان هم 3 فورس ممبرز هو بيقول يعني؟ لا انت ممكن انت بقول لك هي المعلومه انت مش هتحتاجها اصلا في المساله بس يعني ايه 3 فورس ممبر؟ ما احنا قلنا 2 فورس ممبر يعني بيبقى في نقطتين الفورسز بيأثر فيهم. 3 فورس ممبر يعني في 3 نقط الفورسز بيأثر فيهم زي ما انت شايف في الرسمه دي 3 نقط الفورسز بيأثر فيهم او نقطتين حاله 2 هنا 3. لكن زي ما قلت لك هي معلومه معلومة تفهمها لكن مش هتحتاجها وانت بتحل. تمام؟ تعال بقى نبتدي في مسألة fundamental 614. بتقول لي المسألة دي determine the horizontal and the vertical component of reaction at bin C. تمام؟ نسأل نفسنا سؤال. ما قلنا هنسأل نفسنا كل مسألة نسأل نفسنا هذا السؤال. هل في هنا يا باشمهندسين 2 فورس ممبر؟ ايوه اي بي اي بي والبي بالظبط. اي والبي بينطبق عليهم الشروط اللي احنا قلناها. هنا في اكسترنال رياكشن عند ايه وهنا في انترنال رياكشن عند بي وفي النهايه مفيش اي لود او اي كابل في النص مفيش اي فورس في النص مفيش كابل في النص هما نقطتين وكل نقطه بيأثر عليهم فورس ففعلا ده 2 فورس ممبر. تمام يبقى انا لما اجي ارسم الفري بودي دايجرام بتاعي اهو هرسم هنا سي اكس وهنا سي واي وهحط هنا اف اي بي في نفس الدايركشن بتاع الاي بي. يعني ايه يا باشمهندس في نفس الدايركشن بتاع الاي بي؟ يعني لو بصيت هنا اهو الاي بي عامله تريانجل كام 4 و 3 وكام و 5 صح؟ يبقى الاف اي بي دي هتعمل 4 و 3 و 5 برضه. تمام طيب حد هيسال سؤال اتوقع ان حد يسال في دماغه السؤال هو ليه احنا حطينا اف اي بي وليه ما حطيناش حاجه عند البي؟ لا لان البي دي انترنال وانا رسم الفري بودي دايجرام لايه؟ للفريم. هل الانترنال بوينت دي بيظهر عليها حاجه في الفريم؟ ما بيظهرش. طب لو كنت هرسم الفري بودي دايجرام للاي بي كنت هيبقى كده او ادي الاي وادي البي وكان هيبقى الفري بودي دايجرام بتاعه كده اهو اهو هنا الاف اي بي وهناك بالظبط الناحيه الثانيه بالظبط زيها الاف اي بي. طيب الاف اي بي اللي عند البي كنسلت مع ايه؟ اتكنسلت مع ال اف اي بي اللي موجوده في البي سي عشان دي قلنا انترنال. يعني لو انا هرسم البي سي دلوقتي لو انا هرسم البي سي دلوقتي اهو عشان تبقى شايفها برضو ادي البي سي هيبقى هنا 500 ده اللود اللي هي 500
وده اللود اللي هو 400 وده اللود اللي 500 وهنا بقى يا باشمهندس هلاقي ال FAB عكس ال FAB الأولانية اللي عند البي يعني تمام. وطبعا ما نساش السي اكس والسي واي فهمتوا. يبقى عشان كده ما ظهرليش غير ال FAB. ايوه هو انا مش فاهم اصلا قلنا AB دي فورس ممبر. ما احنا قلنا تو فورس ممبر عشان عندي نقطتين كل نقطة عندها واحدة عندها external بين والتانية عندها internal بين او حتى لو النقطتين internal بين المهم نقطتين فيهم supports او فيهم forces وما فيش اي فورس في النص. هل في اي فورس في النص او قابل؟ لا بس هو ده كده مش بيعتمد على الاتجاهات بتاعة الرياكشن عند الـ A والـ B. ما هو لازم الاتجاهات الرياكشن عند الـ A والـ B هتغير من نفسها بحيث ان هي تبقى في نفس الدايركشن بتاع الـ A B عشان يحصل اتزان ولا مش هيحصل اتزان. ما هو الحالة الوحيدة ان تحصل اتزان فيها ان الـ F A B تبقى على نفس الخط بتاع الـ A B زي ما انت شايف كده. الشرط الموجود ان يبقى فيه رياكشنز عند الـ A والـ B وما يبقاش فيه اي حاجة في النص. بالظبط. شكرا. تمام. خلاص قلنا بقى هنا يا باشمهندسين هتبقى ده 4/5 هنحللها بقى. معلش يا باشمهندس. اتفضل. طب هو انا كده لما باجي احل بقسم فري بودي دايجرام للفريم كله ولا بقسمها ممبرز؟ لا انت لو تقدر تحلها للفريم كله زي ما انا كنت كاتبها في الاول انا قسمتها لها ممبر بس عشان اوضحها لكم. لو انت تعملها بالفريم كله وتحلها من الفريم كله خلاص. لو لقيت نفسك محتاج تفصل عشان تجيب حاجات تانية هو عايزها خلاص فاهم يعني. انت بتشوف المساله هو هنا عايز السي انا السي ممكن اجيبها من الفريم على طول عشان كده انا ما كنتش راسم الفري بودي دايجرام الاول للتو ممبرز تانيين بس انا لما لقيت عشان بشرح لكم فبوضح لها فايه بس فرسمتهم. لكن هل انت بقى يا باشمهندس محتاج في المسألة وانت بتحل في الفاينل او بتحل في البيت؟ لا مجرد انت بتطلع الانسرز يعني انا عايز حسب الطلب. لو عايز حاجة من الانترنال الاكشن ده يبقى بقسم الممبرز المنفصلة. لو عايز حاجة استنال تعرف تجيبها من الفيلم على طول ومش محتاج ان انا افصل خلاص ما افصلش تمام. وهنشوف يعني احنا لسه في اول مسألة. بس مهندس اتفضل. هو الرياكشن عند البي هيبقى ايه اصلا؟ هيبقى نفس الاي بي. ما انا هقول رسمه لك اهو هيبقى نفس الاي بي قبل ما نعرف ان هو فري ان هو تو فورس ممبر. كان هيبقى بي كان المفروض لو انت ما تعرفش ان ده تو فورس ممبر كنت هتحط دي اي اكس واي واي وكنت هتحط عند البي بي اكس وبي واي يعني كنت هيبقى عندك 4 أنظمة فانت قللتها لواحد لما عرفت ان هي تو فورس ممبر. تمام شكرا. تمام يعني بس معلش ممكن سؤال لو احنا مثلا ما حددناش ان ده او لا خلاص احنا حددنا تو فورس ممبر وطلعنا اف اي بي اللي لو هو عايز بقى اي اكس واي واي يعمل ايه؟ ما قلنا زي ما حللت لك اهو اربعه الاي اكس باربعه على خمسه اف اي بي والاي واي بثلاثه على خمسه اف اي بي. خلاص ماشي. ما هو الاي اكس والاي واي جايين ممكن تجيب لهم ريزلت انت عادي بس احنا بنجيبهم اي اكس واي واي عشان بنسهل على نفسنا بدون بدل ما نعملها بزاويه وبتاع يعني. ممكن مش الاي اكس والاي واي مش ممكن تجيب لهم ريزلت انت وتجيب لهم دايركشن نعمل ريزوليوشن للاف اي بي يعني. فالاف اي بي هو الريزوليوشن بتاعها هو الاي اكس والاي واي. تمام. هنعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ ادي الفري بودي دايجرام بتاع الفريم. هاخد مومنت عند نقطه السي هكنسل السي اكس واي. دايما قلنا بناخد المومنت عند اللي بيمر بيها اكبر عدد من المجاهيل عندي او الانون عندي فانا ما اعرفش لا سي اكس ولا سي واي فاخد مومنت عند السي
طب نكمل وبعدين نسأل ثانية واحدة. هضرب 500 في 3 ونيجاتيف طبعا لا 500 في 3 وبتدور انتي كلوك وايز فيبقى بوزيتيف و 400 في 6 انتي كلوك وايز بوزيتيف والاف اي بي هيبقى 3 اوفر 5 اف اي بي في 4 وبوزيتيف و 4 اوفر 5 اف اي بي في 12 اهو ونيجاتيف اللي هو هيطلع يعني مجموعهم نيجاتيف اف اي بي في 9 في 4 اوفر 5 مجموع الاثنين بتوع الاف اي بي والثانيه 400 في 6 و 500 في 3 يبقى الاف اي بي هتطلع 541.67 بقى. دي اول حاجه. طيب بعد كده ناقص لي الاثنين ايكويشن الباقيين دول اللي هم بقى اللي هجيب بيهم السي اكس والسي واي. هلاقي ان السي واي نيجاتيف سي واي عشان نزل لتحت نيجاتيف 1 زي ما قلنا في الشابتر 5 لو فرضتها لفوق هيطلع لك بالنيجاتيف ما فيهاش اي مشاكل. يعني افرض في اي دايركشن ما فيش دايركشن محدد بتفرض فيه انت بتفرض وبتشوف اللي هيطلع لك. انا فرضها مثلا لتحت هشوف هتطلع لي ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو طلعت بوزيتيف يبقى الفرض اللي فرضه صح يبقى نيجاتيف سي واي نيجاتيف 400 نيجاتيف 500 بلس 4 اوفر 5 اف اي بي اللي هنعوض عن قيمه الاف اي بي ب 541.67 يطلع السي واي 467. ممكن سؤال بس اتفضل. هو كده في الحل اللي مكتوب هو اشتغل ان هو فصل البي سي واي بي واشتغل على البي سي صح؟ الحل اللي مكتوب مش حل حضرتك؟ لا هو هو نفس الحل هو نفس اللي انا عامله. اه حضرتك اشتغلت ان هو في 3 على 5 اف اي بي و4 على 5 هو كاتب بس ان ال4 على 5 بس من عارف مجموعهم هيطلع كام. هو انا عارف ان في الاخر دايما هتطلع واحده بس انا سؤالي هو فصلهم ولا هو لو فصلهم حتى لو فصلهم هيطلع معاه صح ماشي هيطلع زي اللي انا زي المكتوب. الفصل هيطلع لك نفس الناتج بتاع الاف اي بي. انا ما فاهم ما فاهم قصدك ان انت تقول هنا ان اف اي بي فلما هتحللها تبقى ال 3 على 5 هتمر بالسي فتبقى 4 على 5 تضربها في 9 وبالنيجاتيف صح. بس انت لو جمعت نيجاتيف 4 بلس 3 على 5 في 4 هي تمام. ثانيه شبهها هنحلها بنفس بطريقه الفصل بس احنا بنبتدي بس الاول ندرس الفريم عشان نشوف الفرق. يعني البي سي ده مالتي فورس ممبر يا باشمهندس فيه 500 وفيه 400 لو ما فيش لود في النص كنا نقول ده تو فورس ممبر لكن البي سي ده مالتي فورس ممبر لكن هو الاف اي بي. مش مهندس اخر حاجه وبعدين نفتح اخر حاجه في السؤال بس سميشن اف نيجاتيف سي اكس بلس اف اي بي في 3 على 5 هم دول دول الاثنين. ايوه كم ماشي في نفس اتجاه الاي بي سواء لفوق او لتحت يعني نفس الخط بتاع الاي بي. الخط بتاع الاي بي ده عامل ترينجل او مثلث 4 3 5 يبقى الاف اي بي عامله مثلث 4 3 5 اللي بتتحكم فيه بقى ان انت ممكن تعملها هنا زي ما انت عملها كده كومبريشن زي ما انا عامل كومبريشن او بتعملها تنشن. لو تعملتها اي عشان طلعت لك بالنيجاتيف يبقى انت كنت المفروض تعكس ده تفرض كده كومبريشن طلعت معايا بالنيجاتيف ما فيهاش مشاكل خالص يبقى معنى النيجاتيف دي ان هي اوبوزيت دايركشن وتكمل حل عادي. اوكي شكرا يا باشمهندس. تمام ايوه جبت المومنت جبت على 5 في بي بي سامع جبت المومنت عند سي اه على 5 اف اي جبت المومنت عند سي طلع ايه؟ ما خدتش ال 3 على 5 اف اي بي دي ما احنا خدناها يا باشمهندس ده اختصار النيجاتيف اف اي بي في 9 في 4 على 5 ده اختصار
اختصار لمجموع الاثنين يعني لو جمعت اجمع كده 4 على 5 في 12 اف اي بي ماينس 4 على 5 في 12 اف اي بي بلس 3 على 5 في 4 هيطلع لك كام؟ 4 على 5 9 احسبها تمام. تعال شوف اللي ما فهمش المساله اللي فاتت دي او عنده فيها مشكله تعال نشوف المساله اللي جنبها بالظبط هي المساله شبهها وبرضو هتفهمك فكره التو فورس ممبر. هنا بيقول لي ديترمايند ذا هوريزونتال في فاندمنتال 6 16 بيقول لي ديترمايند ذا هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت رياكشن ات بين سي. برضو هنا عندي بين سي خلي بالك انت ممكن تلاقي الممبر على شكل حرف ال يعني ما حدش يفتكر ان ده تو ممبرز لا ده ممبر واحد من سي لحد بي تمام وعندي ممبر تاني من ال بي. نسال نفسنا السؤال هل هنا في تو فورس ممبر او ليه البي والايه اللي هي الاي بي بالظبط. هنا اي بي ده على شكل كيرف او على شكل كوارتر سيركل فربع دايره فانا هنا ما ينفعش اقول ان انا هحطها على نفس الخط بتاع الاي بي نعملها نعمل ايه نوصل بين الاي بي اهو اهو. طيب قبل ما نوصل بالاي بي بعد ما وصلنا الاي بي لازم نعرف الاي بي ده عامل مع الافق زاويه كام ده كام ده يا باشمهندس طول الاحمر ده كام واحد والطول ده يبقى 45 بالظبط يبقى الاف اي بي عامل زاويه 45 درجه لان ده واحد وواحد اهو واحد فوق واحد ومثلث قائم يبقى الزاويه دي 45 يبقى انا عرفت ان الاف اي بي عامله زاويه 45 تمام ادي الاف اي بي عامله زاويه 45. طبعا هنا بقى يا باشمهندسين هعمل الحل اللي هو ايه ان انا هرسم الفري بودي دايجرام للايه للبي سي مش هفصل يعني مش هفصل على طول فلما هرسم الفري بودي دايجرام على عند الاف بي سي الاف اي بي هتاثر عند بي كاني عملت ايه كاني جبت مقص كده او كاني شطبت يعني على ده يعني كاني ده كله مش معايا خلاص انا اخر نقطه ايه بي عند نقطة بي بيأثر الفورس اف اي بي وعامل انجل كام قلنا 45 درجة مع الهوريزونتال وهنا هيبقى هنا في سي اكس وسي واي تمام وهاخد مومنت عند السي يا باشمهندس برضو زي المرة اللي فاتت هاخد مومنت عند السي طبعا هنا طبعا انت هنا بقى خلاص فهمت الليلة بتاعتك هتبقى عاملة ازاي يعني هنا هيبقى ايه حد يقدر يقول لي هنا دي كام الفرص دي كام هنا والفرص دي واحده كوزين واحده ساين بالظبط واحده كوزين واحده ساين حد هيقول لي هتفرق في ال 45 بس ما تفرقش لان كوزين 45 وساين 45 بكام بواحد على جذر 2 فانت لو حطيت هنا دي ساين وحطيت دي كوزين والله مش فارقه لان كوزين 45 وساين 45 بواحد على جذر 2 طبعا الباقي بتبقى بتخلي بالك وانت بتعمل. طيب هاخد مومنت عند السي كنسلت السي اكس وكنسلت السي واي نيجاتيف 400 لا بوزيتيف 400 في 2 عشان تم روتيشن انتي كلوك وايز. باشمهندس ايوه اتفضل ايه 800 دي ايه ايه 800 دي ال 800 ده قابل بقى كويس لسه اقول الرمز ده يا باشمهندس لما تلاقي سهم على شكل دايره اللي هو الرمز ده تلاقي سهم كده على شكل دايره كده او كده ده رمز الكابل كده عكس عقارب الساعه كده مع عقارب الساعه هنا 800 نيوتن متر يا باشمهندس هي دي الفاليو بتاعته خلي بالك من حاجه ان احيانا جت في مساله ان كان حاطط لك اليونت دي يا الباشمهندسه بتتكلم معلش يا فارس اعمل لها ميوت بس او يعني تمام ف 400 في 2 خلي بالك من الوحده دي نيوتن والوحده هنا متر
فلازم الكابل ده يبقى وحدته برضو نيوتن متر، لان احيانا كانت في مسألة كان عاملها نيوتن مليمتر، يعني كان عامل اليونت دي نيوتن مليمتر. طبعا كل الناس عمالة تجمع، فلاقي دي ما خدتش بالها من اليونت اللي جنبيها فراحت تجمعها. لازم تتأكد ان اليونت هنا نيوتن متر زي اليونت بتاعة الفورس في اليونت بتاعة الايه الديستنس نيوتن متر. فلما هنا قلنا 400 في 2 يبقى 800، ده معناه ان في كابل 800 نيوتن متر ماشي انتي كلوك وايز معايا، يبقى اجمعه يبقى 400 في 800. بعد كده اف اي بي كوزاين 45 واف اي بي ساين 45. الاف اي بي كوزاين 45 في 1 وبوزيتيف، والاف اي بي ساين 45 في نيجاتيف 3 اهو نيجاتيف اف اي بي 3 في ساين 45، اف اي بي 1 في كوزاين 45 بلس 800 ده الكابل اللي احنا قلناه، وبوستيف عشان بيروتيت كونتر كلوك وايز، و400 في 2 يطلع لان الاف اي بي 1131.37. بس مهندس حسب معلش ممكن تاني احنا عرفنا منين ان اي بي 2 فورس نمبر؟ تاني الاي بي عندي هنا بن وعندي هنا اكسترنال بن، تمام، انترنال بن واكسترنال بن، يعني نقطتين بيأثر فيهم رياكشنز. هل في اي فورس في النص من ال بي او في اي كابل؟ لا مفيش. يبقى ده تو فورس ممبر، ما دام عندي نقطتين بس الفورس بتأثر فيهم ومفيش اي حاجه في النص يبقى ده تو فورس ممبر. ومليش اي دعوه بالدايركشنز بتاعت الرياكشنز؟ لا، ما احنا قلنا دايركشن الرياكشن بتاثر على اللاين اي بي، لاما تبقى عامله كومبريشن يعني اللي تحت، لاما تبقى لفوق عامله تنشن. ماشي تمام. تمام معلش يا باشمهندس، احنا ما حليناهاش بان احنا نفصل صح، يعني هو على بعض وكده فريم. لا فصلنا، ما احنا حطينا الفرصة عند بي، لو على بعض كنت هتحط الفرصة عند ايه وهتطلع لك صح يعني عادي. ما هو ده تو فورس ممبر، فانت لو حطيت الفرصة عند بي او حطيتها عند ايه هيطلع لك صح، بس عند ايه كأنك بتدرس الفريم، عند بي انت بتدرس الممبر بي سي. اه تمام، يعني كأني فصلت الاي بي وعملت حطيت الفورس عند اللاين الاي بي من ناحية الاي ومرة من ناحية البي، بس انا خدت من ناحية البي بس. بالظبط بالظبط. بعد كده سي واي لتحت اف اي بي كوزين 45 ونيجاتيف 400 يطلع لان السي واي ب 400، واخيرا سمشن اف اوف اكس يطلع لي ان السي اكس ب 800 جيد. باشمهندس اتفضل. هو انا عادي اللي انا ما اضربش المومنت في مسافه؟ يعني هو المومنت ما بيضربش في مسافه اللي هو ده، ما احنا قلنا من ساعه درس الكابل ان الكابل ده اسمه فري فيكتور، يعني لما باخد المومنت عند اي نقطه بيظهر فيها بقيمته. فهنا 800 نيوتن انا خدت المومنت عند السي هيظهر ب 800 عادي، مش هضرب في ديستانس ولا حاجه. تمام ماشي شكرا. تعال ناخد بقى مساله اصعب شويه. يعني المسالتين اللي فاتوا دول كانت الدنيا فيهم بسيطه، اللي هي ايه تو فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر. طب تعال نشوف بقى مساله لا اللي الاثنين مش تو فورس ممبر، الاثنين مالتي فورس باي ابنت. يعني انا هنا عشان اعمل كوني والاي سي استخدمت السموس سلوت اللي انت شايفها دي، وحطيت عليها هنا البن عند نود السي. بيقول لي ديتيرماين ذا هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت رياكشن اد ذا سبورتس. نسال نفسنا سؤال، ده هنسأله كل مرة، هل في هنا two force member؟ ما فيش. الوجود الكابل، وهنا كمان السموث سلوت ده بيبقى ليه رياكشن في اتجاه معين هنشوف دلوقتي، هو ده اللي منعني
ان انا اقول ان انا عندي تو فورس ممبر. لو الكابل ده مش موجود وعند نقطة سي دي بان عادية كان هيبقى ده تو فورس ممبر عادي. لكن هنا وجود الكابل لو مفيش كابل والبن هيبقى تو فورس ممبر. بس خلي بالك ان البن دي ليها معاملة خاصة هنشوفها دلوقتي. يعني البن دي بيبقى الرياكشن فيها عمودي عليها زي ما احنا قلنا عشان السلود ده بيسمح بالحركة لفوق او لتحت. فلازم كانت تبقى بن عادية. لو حضرتك عرفت ازاي معلش؟ اقول لك انا عندي سلوت. هل البن دي في حاجه بتعقها ان تطلع فوق؟ كلام يا باشمهندسين، هل البن دي في حاجه بتعقها ان هي تطلع فوق او تنزل لتحت؟ ها اللي كان بيسال، مش البن دي ممكن تطلع لفوق وتنزل لتحت عادي؟ ما لا مش سموز سلوت يا باشمهندس، عامل بالظبط زي عندك بليه مثلا وعندك مثلا مجرى. هل البليه دي والمجرى ما فيهاش فيها حاجه؟ لو البليه دي مش ممكن تتحرك على المجرى يمين او شمال؟ في حطيت ايدك مثلا ومنعت الحركه. فهنا ده عشان كده بيظهر نورمال رياكشن لان هي بتسمح بالحركه لفوق او لتحت. ما علينا، ده هنشوفه ساعد ما نفصل. بس قبل ما نفصل يا باشمهندس تعالى نرسم الفري بودي دياجرام بتاع الفريم. قلنا الفريم مش هيظهر فيه الانترنال، سي دي انترنال مش هتظهر في الفريم. طب ايه اللي هيظهر في الفريم؟ اللي هيظهر في الفريم الاتي هنا عند الاي في اي اكس وهنا في اي واي. مش مهندس، لو بدل السي دي حطينا بن والمومنت زي ما هي مش هينفع يبقى فور تو فورس ممبر؟ يعني المومنت اللي حتى لو عندي هي عند البن عند اطرافه كده برضه بتنفعش؟ مش هينفع برضه طول ما في كابل او المومنت ده ما ينفعش، ما يبقاش تو فورس ممبر. تمام تمام. هو لو الكابل مش موجود يا باشمهندس يبقى التو فورس ممبر ايه؟ لو الكابل مش موجود المفروض يبقى تو فورس ممبر. تمام، بس لازم الكابل هتلاقيه موجود عشان ما يبقاش تو فورس ممبر. طيب هنا قلنا خلاص هنا نحط اي اكس واي واي ودي واي، وهنا عند الاي برضو بين زي ما انت شايف الشكل، فيبقى فيه اي واي واي اكس. طبعا يا باشمهندس لما تيجي تعمل لما نيجي ندرس الفريم انا عندي كام ايكويشن في الفريم يا باشمهندس؟ او كام ايكويشن اكوليبريم عموما في الفريم او في اي حاجه؟ كام ايكويشن اكوليبريم؟ ثلاثة. وهنا في كام انون؟ هنا في خمسه لو ما فكرناش. فلما تلاقي نفسك يا باشمهندس خدها قاعده كده، لما تلاقي عدد الانونز اكبر من عدد الايكويشنز هنا يا باشمهندس افضل. انا مش فاهم كل واحد يفتح المايك انتوا بتعملوا دور يعني ولا ايه؟ هنا يا باشمهندس لما تلاقي عدد الانونز زي ما انت شايف كده خمسه وعدد الايكويشن في الكوليبريم ثلاثه، يبقى بالمنطق كده عشان السي بقى يظهر لما اجي افصل. لكن لو بدات بالاي سي، الميزه في الاي سي ايه يا باشمهندس؟ قلنا هنا ده اي اكس وهنا اي واي، والسموث سلوت دي قلنا بيبقى فيها نورمال رياكشن واحد اللي هو بيبقى عمودي على السلوت عشان السلوت دي بتسمح بالحركه فوق او تحت، لكن فبيظهر ليها نورمال رياكشن ان سي. يبقى ندرس في الاول بنبص بعينينا ايه اللي فيها ثلاثة انون نبدا بيها. اللي فيها ثلاثة انون بدانا بايه؟ بالاي سي. وبالتالي هو يا باشمهندس حطينا الاي اكس والاي واي وال 600 باوند، وهنا الان سي عامله 4 و 3 و 5. ليه الان سي عامله 4 و 3 و 5؟ اهو نرجع تاني، لان الان سي الان سي هي عكس الزاويه ديت اهو.
الزاوية ديت هي هي الزاوية دي. عند ال NC عشان ما حدش بس احيانا بعض الناس بتتلخبط في ال NC الزاوية هي لو بصيت لو الزاوية دي سميتها سيتا يبقى الزاوية دي كام؟ 90 ماينس سيتا. والزاوية دي كام؟ يبقى الزاوية دي كام يا باشوان؟ سين سيتا سيتا والسيتا عاملة الترينجل 3 4 5. يبقى لقيت هنا دي عاملة 3 4 5 تمام؟ خلاص بدل ما لقيت دي سري عاملة 3 4 5 ممكن احللها تبقى 4 over 5 NC او RC وهنا 3 over 5 NC او ممكن نسميها RC لو عايز تسميها RC تمام. وهنا يا باشمهندس هناخد مومنت عند الـ A عشان نكنسل الـ AX والـ AY هيبقى لي الكابل اللي هو نيجاتيف 600 عشان بيدور كله كويس والـ NC اضربها على طول في 5 عشان النورمال ديستانس بين الـ NC والـ A 5 على طول يبقى NC او هو هنا مسميها RC يبقى RC في 120 الـ RC 120 باوند. نكمل summation f of x نسويها بزيرو فنلاقي ان الـ AX هتساوي 4 على 5 RC يبقى الـ AX ب 96 وبعد كده summation f of y فنلاقي ان الـ AY بتساوي 3 على 5 RC يبقى الـ AY بكام؟ ب 72. حد هنا عنده مشكله يا باشمهندس؟ باشمهندس اتفضل. هو كده يعني احنا كده بدل ما كنا بنطبق الثلاثه ايكويشنز بتوعنا على الفريم كله بقينا بناخد كل ممبر وبنطبق عليه برضو ثلاثه ايكويشن. وممكن تطبقه على الفريم بس انا لقيت هنا الفريم عندي 5 انون فيه فلو بدات بيه كاني بضيع وقتي فانا ببدا باللي بيطلع لي على طول مجاهيل ويسهل لي في الحل على طول. فبدأت بالممبر ده عشان فيه 3 انون وزي ما انت شفت جبتهم التلاتة. تمام. باشمهندس هو انا كنت لازم افصل التو ممبرز عن بعض؟ كنت لازم تفصل غصب عنك هتضطر تفصل لان انت مش هتعرف تجيب كل حاجة من الفريم مش هتعرف تجيب اي حاجة اصلا من الفريم. تمام. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ بكمل. باشمهندس لو سمحت. هو انا لو عكست الدايركشنز بتاعت الرياكشن بتاع الان سي تمام وطلع معايا نيجاتيف مفيش مشكله. طب هنا المشكله بقى في الدايركشن بتاع الاي واي والاي اكس ولا اللي هي الان سي اساسا؟ لا انت عكست دايركشن الان سي وعكست دايركشن الاي اكس والاي واي وطلع كله معاك نيجاتيف ساعتها يبقى معناه ان المفروض الدايركشن مش معناها ان انت غلط في المساله. فانت فاهمه ان انت مثلا يعني انا لو كنت عكستيهم هنا اهو وطلعت لك الاي اكس نيجاتيف 96 والاي واي نيجاتيف 72 فانا فاهم ان الاي اكس المفروض تبقى 96 بس في الاتجاه ده والاي واي المفروض تبقى 72 بس في الاتجاه ده فما فيهاش مشكله بالنسبه لي. يعني في النهايه في الامتحان الام سي كيو هلاقي القيمه بتاعت الاي اكس بكام بالبوست على طول يعني هلاقي القيمه بالصح 96 فانا اختارها ونيجاتيف صح اختارها برضه. ماشي شكرا. تمام. بعد ما رسمنا الـ NC هنا خلي بالك لما اجي ارسم الممبر الافقي هتبقى الـ NC عكس اللي يعني اللي فاتت اهو اللي فاتت كانت كده لفوق يبقى الثانيه لتحت بس نفس عامله نفس المثلث اللي هو 3 و4 و5 يعني هنا كانت عامله 3 و4 و5 يبقى الثانيه عامله 3 و4 و5 بس ما دام دي زي ما انت شايف لفوق يبقى التانية لتحت. وهنا ال 500 باوند بتاعتنا اللي هي في الفورس اللي كانت في الاخر الممبر وهنا حطينا الاي اكس والاي واي عشان بين وهنا الار دي بتاعتنا. خلاص هنا دلوقتي يا باشمهندسين الان سي بقى في 120 فتقدر انت تروح ايه محللها افقي وراسي هيبقى هنا 3 على 5 ان سي اللي هي في 120 يعني او ار سي وهنا 4 على 5 في 120 وبالتالي تلاقي نفسك المساله
تمام كله بقت هوريزونتال وفيرتيكال. هناخد عطل المره دي عكس اتجاه ال ان سي المره اللي فاتت. يعني ليه؟ ما احنا قلنا لان السي دي انترنال. ما احنا قلنا في الانترنال يا باشمهندس لما تفرض في الانترنال كده يبقى لازم في الانترنال التاني من غير ما تفكر يبقى ايه عكسها، عشان الانترنال ده ما بيظهرش فين؟ في الفريم. لازم يبقى مجموعهم في الفريم بيكنسل بعض. طب هو انا لو عكست الاتجاهات مش هتفرق صح؟ مش هتفرق. بس لو عكستها، لو عكستها وجات في الاند وطلعت لك بالنيجاتيف يفضل ان انت لما تيجي تستخدمها بقى في منبر تاني تعكسها. نعكسها تمام. بس هاخد مومنت عند الاي. ليه هاخد مومنت عند الاي يا باشمهندسين؟ لان الموضوع ان الاي هي اكتر نقطه بيمر فيها انونس الاي اكس والاي واي. يتبقى لي الار دي هضربها في 2 وبالنيجاتيف، وبعد كده الاربعة على 520 دي بنمر بنقطة اي، والتلاتة على 520 دي هضربها في 5 اللي هي ار سي في 3 على 5 ماينس ار دي في 2، واخيرا ال 500 هضربها في الديستانس دي كلها اللي هي كام؟ اللي هي 8. يبقى نيجاتيف او بوستيف عشان ماشي انتي كلوك وايز، يبقى بوستيف 500 في 8 يبقى يطلع لي الار دي ب 2180. تمام. نيجي للسمشن اف اوف واي، هلاقي ان الاي واي الاي واي اللي تحت، وعندي هنا الان سي 3 على 5 وانا جبت الار دي ب 2100 الار دي ب 2180 يطلع لي ان الاي واي ب 1608. اخر حاجه الاكس، هلاقي هنا اي اكس وهلاقي هنا 4 على 520، يبقى الاي اكس هتساوي ال 4 على 520 يعني تطلع الاي اكس ب 96 باو. يبقى انا قدرت من التو ممبرز دول ان انا اجيب كل حاجه في الفريم. قدرت ان انا اجيب الاي اكس والاي واي، وقدرت ان انا اجيب الار دي، وقدرت ان انا اجيب الانترنال بتاع نقطه سي، وقدرت ان انا اجيب الاي اكس والاي واي. ممكن بقى دي وسيله تعملها وانت في البيت، ان انا دلوقتي بعد ما انا جبت كل الحاجات دي تعمل ايه؟ اروح لايه؟ للفريم. طيب انا دلوقتي طلعت الاي اكس ب 96، الاي اكس بكام؟ اكس ب 96 والاي واي ب 72 احطهم، والدي واي طلعت بكذا، والاي اكس والاي واي كل حاجه احط بالفاليو بتاعتها. طبعا السي مش هتظهر معايا. وبعدين اتاكد ان انا حلي صح ولا لا، اشوف هو سميشن اف اوف اكس هيطلع صح ولا لا. يعني اشوف هل الاي اكس هتطلع فعلا بتساوي الاي اكس. فبص كده الاقي ان الاي اكس ب 96 والاي اكس طلعت بكام؟ 96 صح. طيب هشوف هل الاي واي بلس الاي واي هيساوي 500 بلس الدي واي هيساوي 500 ولا لا. لو طلع بيساوي 500 يبقى انا صح، لو طلعوا كده يبقى في غلط. يعني من الاخر بعمل تشيك بالارقام، اتاكد ان الاكس هتساوي الاكس والواي هتساوي الواي، ومومنت عند اي بوينت بزيرو. طبعا في الامتحان عشان اكون صادق معاك انت يعني ما ينفعش تعمل حاجه زي كده غير لما تخلص بقيه المسائل. يعني لما تلاقي نفسك خلصت كل المسائل وتبقى لك وقت خلاص اعمل تشيك. لكن انت وانت بتحل في البيت لا، افضل تعمل كده لان منها تدريب ومنها ان انت تتاكد حلك صح ولا لا. تمام. حد عنده مشكله في المساله دي؟ هو يا باشمهندس احنا ما بنستخدمش الكابل، ما بنحسبوش اللي هو 600 ده لما اجيب الكابل عند الاي المومنت عند الاي. ما فيش كابل اصلا هنا. فين الكابل؟ ما بيظهرش غير في المنبر اي سي. شكرا. خلينا نخلي البولي دي للمره الجايه، يعني خلي مساله البولي دي للمره الجايه. تعال ناخد مسائل تانية، يعني خلي المسائل اللي فيها البولي عشان برضو موضوع البولي ده محتاج شرح. انتوا لسه خدتوا الفريم على محاضرتين صح؟ اه يا باشمهندس. تمام. فخلي موضوع البولي ده للمره الجايه. تعال ناخد مساله تانية ونخلي بقى بس موضوع البولي دي، مسألة البولي دي هنحلها كده كده المرة الجاية. مسألة زي مسألة رقم 674. بتقول لي ايه المسألة دي؟
determine the horizontal and vertical component reaction at bin A and C. عندي بين A وعندي بين C وعايز ال horizontal وال vertical component reaction في البين A و C دي. هسألكم أنا السؤال بقى ويا ريت حد يجاوب. هل في عندي two force member؟ مفيش مفيش. طب هل ينفع أبدأ بالفريم؟ لو بدأت بالفريم هيبقوا أربعة عن نوم برضو. لا هيبقوا أربعة عن نوم، فهي مش هتستفاد حاجة يعني. هتقعد تكتب في equations، ممكن تستغلها في الآخر، بس زي ما قلت لك ان انت لما بتقعد تكتب في equations وما تلاقيش الحل يطلع لك، بتلاقي نفسك في الآخر زي ما يقولوا كده تخت في المسألة. فالأفضل ان انا يا باشمهندسين ان انا اجيب الإكويشن تطلع لي النون على طول. فانا هبدأ بالاي بي. حد يسأل نفس السؤال، ايش معنى الاي بي؟ ما الاي بي برضو هيبقى فيها المفروض اربعة، مش الاي بي المفروض يا باشمهندسين تبقى اربعة اهي، تبقى كده. ادي الاي بي، اهو ماشي يا باشمهندس. هو البي ده بيمثل ايه اصلا؟ انترنال بين، انترنال بين، ما هو رابط من ممبر اي بي وممبر تاني ازرق اللي هو البي سي، فهو انترنال بين. يعني ده ليه اتنين كومبوننت اصلا صح؟ اه، فعشان كده بقول لك هي ليها اربعه برضو. يعني هنا هتلاقي، هنا يا باشمهندس هتلاقي ايه؟ هتلاقي اربعه زي ما انا قلت لك، هتلاقي اربعه. هتلاقي هنا بي اكس وبي واي و A X و A Y وهنا 150. هنشوفها دلوقتي يعني مرسومة أحسن يعني، بس أنا إيه عايز أشرح بس الحتة دي. ونسأل نفسنا السؤال، إيه الفرق بين الأربعة دول والأربعة دول؟ يعني إيه الفرق بين الأربعة؟ واحدة تلغي التانية من الـ X؟ يعني انا عملت مومنت تلاتة هيروح، يبقى عندي واحد انون بس. برافو عليك، صح. اللي عملت مومنت تلاتة هيروح، يعني اللي فوق انا لو عملت مومنت هيفضل اتنين، لو عملت مومنت في اي نقطه هيفضل لك اتنين، لكن اللي تحت فعلا او الخط الافقي ده لما خدته، لما اجي اعمل مومنت عند الاي او اعمل مومنت عند البي، اي واحده منهم هتشيل تلاتة. يعني اي واحده من دول هتروح شايلالي الـ AX، لو خدت مومنت عند الـ A مثلا هتشيل الـ AX والـ AY وكمان هتشيل الـ BX، فيتبقى لي الـ BY. هجيبها بعد ما اجيب الـ BY، هعرف اجيب الـ AY وبعد كده اجيب الـ AX والـ BX علاقة بينهم، والدنيا تبقى ماشية تمام زي الفل. مفهومة كده الحتة دي يا باشمهندسين؟ يبقى انت يا باشمهندس لو لقيت عندك اربعة النون دي، تاخدها بقى قاعدة، لو لقيت عندك أربعة النون بس الأربعة النون على لاين واحد سواء أفقي أو رأسي، يبقى أنا أخد الأربعة النون دول أقدر أتعامل معهم عادي، وأقدر أتعامل مع الإكويشن عادي. لأن أنت لما هتاخد مومنت عند أي نقطة على اللاين زي النقطة دي أو نقطة بي، هتكنسل تلاتة، وده اللي احنا عملناه في المسألة أهو. أدي عندي أدي الـ AX وأدي الـ AY وأدي الـ BX وأدي الـ BY، هاخد مومنت عند الـ A، كنسلت الـ AX والـ AY والـ BX، يبقى لي BY في 5 ماينس 150 في 3، يطلع لي الـ BY بـ 90. بدل الـ BY بـ 90 يبقى الـ AY بكام؟ بـ 60، مع 150 بتساوي AY زائد BY. أو تاخد مومنت عند الـ B، تكنسل الـ BX والـ BY والـ AX، يبقى لك AY في 5 ماينس ماينس AY في 5 يعني بلس 150 في 2، يعني هيطلع لك برضو الـ AY بـ 60، بحيث ان الـ AY والـ BY مجموعهم يبقى الـ AY بلس الـ BY مجموعهم كام؟ 150، زي ما انت شايف كده يا باشمهندس. ممكن تكتب ان الـ AX بتساوي الـ BX، يعني دي طبعا دي مش ما طلعتلكش النون، بس فادتك ان انت لو عايز تجيب الـ AX عن طريق الـ BX على طول تقدر تجيب. هو طبعا في المسألة لو زي ما انت شايف هو عايز الاكسترنال رياكشن او الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت بتاعه الرياكشن بتاع بين A و C.
نكمل. هنرسم الفري بودي دايجرام بتاع الايه البي سي. ممكن تشتغل على الفريم دلوقتي؟ اه ممكن اشتغل على الفريم دلوقتي، لكن هنا انا هشتغل على الفري بودي دايجرام بتاع الفريم بي سي. تمام، ثانية واحدة. هو المساحة يعني المساحة مش عايز يشتغل، نكمل يعني. تمام خلاص، زي ما انت عرفت دي 100 والزاوية دي 45، فده ده خليها 100 كوزين 45 و100 سين 45، واضحة يعني، مش محتاجة شرح يعني. يعني ال100 دي الزاوية اللي عاملاها مع الاكس 45، فدي كوزين 45 ودي سين 45. وهنا عند السي في سي اكس وسي واي، وهنا عند البي هنا في بي اكس وبي واي. طبعا زي مش محتاج اقول لك ان البي اكس والبي واي اللي عملتهم في الاي بي تعمل ايه بالنسبه لهم في البي سي؟ عملنا ايه؟ تعكس اتجاهه ونفس الفاليو. يعني البي واي هنا طلعت ب 90، يبقى البي واي هناك ب 90 نفس الفاليو. طبعا البي اكس لسه ما اعرفهاش. زي ما انت شايف انا عندي 2 انون عند السي، وعندي انون واحد عند البي. اخد طبعا المومنت عند السي، هكنسل الاثنين مع بعض، يتبقى لي بي واي اللي هي 90 في 2 وماشيه انتي كلوك وايز، ماينس البي اكس في 2، الراديوس طبعا ب 2 زي ما انت شفت في المساله، في كام؟ في 2 ساين 45. ادي 2 وادي 45، يبقى النورمال ديستانس هتبقى عباره عن 2 ساين 45. بدل ممكن طبعا تحللها وتحسب الديستانس، بس الاسهل ان انا احسب الديستانس النورمال على طول. ناس معايا؟ معاك يا باشمهندس. اتفضل. معلش بس سؤال، بس هو بي واي دوت اتجاهها للتحت؟ بي واي اتجاهها للتحت، ما احنا قلنا انا كنت فاردها هنا لفوق وطلعت لي 90 وبوزيتيف. تمام، يبقى لازم لما اجي استخدمها مره تانية وهي انترنال لازم اعملها ايه؟ لتحت عكس الاولانيه. ليه؟ ما احنا قلنا يا باشمهندس الانترنال بين لازم مجموعه يبقى زيرو، ما بيظهرش في الفريم. فالانترنال بين ده بيربط بين تو ممبرز، ففي الممبر الاولاني اللي هو الاي بي كان ليه دايركشن، تفرده انت في اي دايركشن براحتك. لازم في الممبر التاني تفرده عكسه عشان الاثنين يكنسلوا بعض، دي قاعده يعني. تمام خلاص، جبنا البي اكس يا باشمهندس ب 160 71، بعد كده سي اكس بلس 100 كوزين 45 هتساوي 160 71، يعني يطلع لي السي اكس ب 90، وبعد كده 100 ساين 45 و90 بلس 90 هيساوي سي واي، يعني سي واي ماينس 100 ساين 45 ماينس 90، يعني السي واي هتطلع ب 160 71. طبعا بعد ما جبت البي اكس ممكن على طول تروح معوض في الايكويشن ان الاي اكس بتساوي البي اكس، هتطلع ان الاي اكس 160.71. يعني انا كده جبت السي اكس وجبت السي واي وجبت الاي اكس وجبت الاي واي. هروح اعمل ايه؟ هروح هنا ادي السي اكس وادي السي واي وادي ادي الاي اكس والاي واي وادي السي اكس والسي واي، هحطهم على الفريم. احنا قلنا طول ما انت بتحل في البيت جرب تعمل الحكايه دي عشان تزود حلك، وفي نفس الوقت كمان عشان تتاكد ان حلك صح من غير ما تبص على الانسر. يعني هاخد مومنت عند الاي مثلا واتاكد ان المومنت عند الاي هيطلع زيرو. واحد هيقول لي انا حليت المساله صح وتاكدت وكل حاجه بس ما طلعش المومنت عند الاي بزيرو. اه ما انت بتعمل ابروكسيميشن في النص، فمش ممكن ما يطلعش معاك زيرو شارب، بس يطلع لك مثلا 0.01 0.002، يعني يطلع لك علامتين عشريين بصفار وتلاقي واحد او اثنين من الاي ابروكسيميشن. يعني زي ما انت بتعمل ابروكسيميت بتقرب لرقمين ثلاثه، فهيطلع لك مثلا مش هيطلع صفر بالظبط، بس طبعا لما تلاقي حاجه قريبه قوي من الصفر اعرف ان هي المفروض ده نتيجه الايه؟ تقريب. تمام، حد عنده مشكله في المساله دي؟ هو انا سؤال، حضرتك كنت بتقول ناخد مومنت او اقول ايش عشان يكون ايكوال زيرو، هاخده في الممبر اي بي ولا هاخده بشكل عام بعد ما اخلص عشان اتشيك؟ بعد بشكل عام بعد ما اخلص على الفريم، على الفريم كله صح؟ اه بالظبط. تمام شكرا لحضرتك.
حد عنده سؤال؟ تعال ناخد مسألة كمان نفهم بقى فكرتها. مسألة فيها أكثر من 2 ممبرز، يعني كل المسائل اللي فاتت كان فيها 2 ممبرين حتى لو كان فيها شكل مختلف شوية، بس في النهاية هم 2 ممبرز. تعال نشوف بقى مسألة لو فيها 3 ممبرز زي مسألة 103. تمام باشمهندس، هو فين البي دي اف ده؟ لا البي دي اف ده يعني المفروض مع المره اللي جايه، مع السكشن اللي جاي، يعني هو دلوقتي يعتبر السكشن خلص. تمام. طب ممكن يا باشمهندس حضرتك ترجع صفحه واحده بس بعد اذنك؟ اه اتفضل. شكرا. في سؤال باشمهندس؟ لا لا تمام. انا عندي سؤال في السؤال اللي قبل ده يا باشمهندس. ايه؟ عندي سؤال في السؤال اللي قبل ده اللي هو في السلايدر ده. اه انهي ده؟ اللي في السلايدر اللي الرياكشن بتاعه نور معايا. ايوه هو ده. الانجل بقى جبتها ازاي عشان ما كنت النت قطع عندي؟ ماشي هو هتلاقيها بس اقولها لك بسرعه. يعني احنا قلنا ان الزاويه مع الافق دي كام؟ سيتا صح؟ والزاويه دي كام؟ سيتا. لا الزاويه دي 90 ماينس سيتا. ومادام دي كلها 90 يبقى دي كام؟ سيتا. يعني دي ودي سيتا صح ولا مش صح؟ يبقى هي الساوية سيتا دي عاملة ترانجل 3 و 4 و 5. يبقى هتلاقي من الان تمام؟ الحاجات الجيومتري دي بتلاقيها بسيطة بس بنحتاج بس تركيز يعني. خلاص يا باشمهندس الحاجات دي هتلاقيها في السكشن التاني. ممكن يعني انا قلت لقيت ان احنا قدامنا وقت فهنحل مسألة ولا مسألتين من السكشن التاني، وكده كده السكشن التاني برضه هنحل فيه مسائل يعني. هل الناس عايزة تكتفي بهذا القدر وخلاص ولا ايه؟ نكمل مسألة ولا ايه؟ كمل حضرتك. ماشي. فتعال ناخد مسألة فيها 3 ممبرز. دي هتبقى اخر مسألة ان شاء الله. تعال ناخد مسألة فيها 3 ممبرز. ثانية واحدة. ثانية واحدة. مسألة 103 بتقول ايه؟ determine the reaction of fixed support E و السموث سبورت ايه والبن اتاشت تو الممبر بي دي. تمام. باص ثرو ذا سلوت دي. طبعا هسالكم انا بقى سؤال كام سؤال في الموضوع ده. هل فاكرين الفيكسد سبورت في كام رياكشن يا باشمهندس؟ 3 بتاع او 2 مومنت اكشن و بيرپنديكولار مومنت بالظبط اي اكس واي واي ومومنت كافل. طب والسموز سبورت عارفين يعني ايه سموز سبورت؟ يعني انت كان عندك زي صندوق حطيته على الارض مثلا عندك واحد حاجه واحد بس اللي هو الواي. تمام. طبعا الدي والبي دول انترنال مش هيظهروا معايا في الفريم، بس هنا الفريم فيه 4 صح؟ منهم هل منهم 3 على استقامة واحدة ممكن اخدهم في مومنت ولا مش هينفع؟ مش هينفع لان الكابل ده الكابل يا باشمهندس ركز في الحتة دي. الكابل ما بيطرش لو خدت مومنت عند ايه. يعني انت الفيكسد سبورت زي ما انتوا كلكم قلتوا في اي اكس واي واي وكابل المومنت عند الاي. فانا لو خدت مومنت عند الاي الكابل هيفضل موجود. هكنسل الاي اكس والاي واي بس الكابل هيفضل موجود. ولو خدت مومنت عند الاي هكنسل الاي واي وهكنسل الاي اكس بس هيفضل الاي واي والكابل موجود. باشمهندس اتفضل. معلش اقولها تاني عشان انا مش فاهم. ماشي دلوقتي يا باشمهندس مش احنا قلنا عند الاي في 2 رياكشن ومومنت
فاهم انت الحته دي صح؟ تمام. مش الاي دي فيكسد سبورت، ففي اي اكس واي واي. لو خدت مومنت عند الاي، هل المومنت اللي عند الاي ده، هل الكابل اللي عند الاي ده هيروح ولا هيفضل موجود؟ هو بقى فين بقى الكابل اللي عند الاي ده؟ عشان دي مش فاهمها معلش. ماشي، الكابل اللي عند الاي يا باشمهندس اهو. ثانية واحدة. اهو. تعالى بس اهي. اهو يا باشمهندس. عند الاي لما نيجي نرسم الفري بوز دايجرام هيبقى هنا في اي اكس وهنا اي واي، وقابل نتيجه ان ده فيكسد سبورت، القابل ده الفاليو بتاعته كام؟ ام اي. وهنا اي واي على طول. شايف اللي انا عامله؟ هل باشمهندس اللي كان بيسال شايف ولا ايه؟ هي ليه هنا اي واي على طول؟ اي واي على طول عشان ده سموز سبورت. يعني ايه سموز سبورت؟ يعني انا كاني عندي جسم رحت حاطه على ارض والارض دي ما فيهاش فريكشن ورحت حاطه، هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي ايه؟ رد فعل عمودي، مش هيظهر اي فورس فليكس. رد فعل عمودي يعني. مش هيظهر اي فورس فليكس. تمام؟ يبقى انا لو خدت مومنت عند الاي يا باشمهندسين، هل الام اي دي هتتكنسل ولا هتفضل هتفضل معايا؟ لا هتتكنسل طبعا. لا هتفضل معايا. عشان اخد المومنت الكابل يا باشمهندس، حتى لو خدت عند الكابل، يعني انا هاخد مومنت عند النقطة اللي ايه؟ ما احنا قلنا الكابل ده ما بيطيرش يا باشمهندس. لما تاخد مومنت عند الاي، الكابل اللي عند الاي اللي بيظهر في الفيكسد سبورت هيفضل موجود مش هيطير. فاهمين الحته دي يا باشمهندس ولا مش فاهمين؟ الناس معايا فاهمه الحته دي؟ طيب هسأل سؤال تمام. كابل فري فيكتور، يعني انا دلوقتي يا باشمهندس لما اخد مومنت عند الاي، الام اي هيبقى موجود مش هيطير، لكن الاي اكس والاي واي هيطيروا. تمام؟ فانا عشان كده مش هدرس الفريم. طب حد شاطر كده يقول لي نبدا بانهي منبر ندرسه؟ نبتدي بالبي دي. هناخد بي دي. البي دي هبدا بيه، مش عشان شكله حلو يعني. لا، عشان انا ببص بعناية على عدد الانونز وشوف بقارنها بعدد الايكويشن اللي هم ثلاثة، البي هيبقى فيها بي اكس وبي واي، والدي ده سموث سلوت زي اللي تعاملنا معاه قبل كده، هيبقى فيه رياكشن واحد بس اهو. اهو ادي بي اكس وادي بي واي وادي هنا الان دي، فيبقى هنا 3 و4 و5. طبعا هقول لكم ليه 3 و4 و5 عشان برضو ناس كتيرة بتتلخبط فيها في حكاية الجيومتر دي، معرفش ليه يعني. انا سهل ادي هاي تمام. الزاوية دي لو سميتها سيتا يبقى الزاوية دي كم؟ اللي هي من هنا لهنا 90 ناقص 90 يبقى الزاويه دي كام؟ سيتا برضو. والسيتا دي عامله ترانجل كام؟ 3 و4 و5. يبقى الان دي عامله ترانجل 3 و4 و5 زي ما انت شايف. وبالتالي بقيت المساله خلاص بقى، المساله بقت سهله جدا. يعني انت لما بدات بدي المساله خلاص يعتبر مساله بسيطه. كل اللي هعمله ان انا اخد المومنت عند بي، هكنسل البي اكس والبي واي. طبعا هنا هيبقى هنا يا باشمهندس 3 على 5 ان دي، تمام، وهنا 4 على 5 ان دي.
تمام. فانا لما اخد مومنت عند البي هكنسل كمان الاربعة على خمسة الان دي دي ويتبقى لي تلاتة على خمسة ان دي في بوينت ستة ومشى كله كويس يعني نيجاتيف. يبقى نيجاتيف تلاتة على خمسة ان دي في بوينت ستة والناحية التانية 600 في بوينت تلاتة وبالبوستيف عشان هتروتيت كونتر كلوك وايز يطلع للان دي ب 500 بدل الان دي ب 500 يبقى البي اكس بكام؟ ب 4 على 5 ان دي يعني البي اكس هتطلع 400 والبي واي هتطلع ب 3 على 5 ان دي يعني البي واي هتطلع بكام؟ 3 على 5 ان دي زائد 600 كمان عشان الاثنين دول لتحت والبي واي عكسهم يبقى البي واي هتطلع ب 900 يعني جبت البي اكس والبي واي وجبت الان دي. طيب اسالكم سؤال بقى يا باشمهندسين بعد ما جبت البي اكس والبي واي والان دي ادخل على انهي بقى على الاي بي سي ولا على السي دي اي الاي بي سي بالظبط لان الاي بي سي فيها اي واي وفي سي اكس وسي واي هيبقى فوق بس هيبقوا 3 لكن هنا 3 و2 5 فانت برضو ما مش هتقدر تدخل على المنبر اللي في الاخر ده هيبقى صعب عليك. ففعلا دخلنا على الـ ABC من غير ما تفكر زي ما قلنا الـ BX والـ BY كانوا يمين والفوق في الـ A في الـ BD يبقى في الـ ABC يبقوا فين؟ انا خلاص فرضتهم يمين والفوق وطلع الفرض بتاعي صح. لا اجي عند الـ ABC افرضهم عكسهم عشان زي ما انت عارف دي internal bin مجموع الفورسز لما تيجي تجمعهم على بعضه بيبقى في زيرو في الاخر في الفريم فاهي بقت شمال والتحت وبنفس القيمه 400 و900 السي اكس والسي واي اتفضل. ماشي عندي سؤال بشكل عام في فرض الاتجاهات بتاعه الانترنال رياكشنز دي لما افرض اتجاه مثلا زي تحت وشمال زي ده طلع مثلا الاجابات عندي بالنيجاتيف المفروض يعني يمين وفوق فاجي افرضهم هناك بقى لما في ممبر تاني وهم هم افرضهم برضو يمين وفوق ولا افرضهم شمال وتحت؟ سؤال كويس. يعني انت مثلا دلوقتي يا باشمهندس مثلا كنت انا ايه عاملهم كده اصدر كده يعني كنت عاملهم كده فعملوا لي ايه طلعوا لي هنا نيجاتيف 400 ونيجاتيف 900 ده سؤالك صح؟ فهعمل ايه بقى ساعتها وانت الافضل ممكن تروح عكسهم وتعوض فيهم بنيجاتيف يعني تعكسهم وتعوض فيهم بنيجاتيف عادي بس الافضل ايه ان انا بقى خلاص اروح مسحها بالرصاص على طول بسرعة واخليها كده عشان لما اجي اعكسها على صح فهمت؟ تمام لكن لو انت عكستها على غلط على الدايركشن الغلط ما فيهاش مشكله بس لما تيجي تعوض باني قيمه بالقيمه النيجاتيف نيجاتيف الان بالظبط خلاص الباقي بقى سهل جدا يا باشمهندس هناخد مومنت عند السي هنكنسل السي اكس والسي واي ال400 دي هتتضرب في بوينت 4 من 10 بالنيجاتيف ال900 دي هتتضرب في بوينت 3 بالبوزيتيف والاي واي في بوينت 6 بالنيجاتيف اهو طبعا اعتقد معلش يا باشمهندس هي ليه مش اي واي واي اكس وام اي هو مش فيكسد سبورت ولا هو سيلد بس اي دي سموث سبورت حتى هو قايلها لك ساند بص على شكل الاي وبص على شكل الاي كده الاي شايف الفراغ اللي بين الاي والارض ما اصل السؤال هيجي له ابيض واسود ومش هيبان يعني ايوه لا بس في حاجه زي كده هيبينها لك هيقولها لك ما تقلقش يعني دايما لو الحاجه زي كده هيقولها لك بس ابسط حاجه هتلاقي ان اهي هتلاقي ادي الايه وادي الارض شايف الفراغ اللي بينهم بعكس الثانيه بقى الثانيه دي بتبقى عامله ازاي بتبقى عاملة كأنها خلاص لازقة في الأرض من كل الجوانب خلاص تمام خلاص جبنا الـ AY بـ 183 و33% بعد كده Summation F of X هجيب الـ CX بـ 400 Summation F of Y هجيب الـ CY بـ 716 خلاص بعد ما جبت الـ CX والـ CY وجبت الـ AX والـ AY أدخل بقى على المنبر الأخير اللي هو الـ C دي اي وعشان اجيب الثلاثه اهو
السي دي اي. خلي بالك الان دي عكسناها، لكن الان دي التانية كانت عاملة ازاي؟ كانت نازلة لتحت. الان دي هنا عكسها عشان دي انترنا، والسي اكس والسي واي عكسناهم، فهنا السي اكس بس نفس القيمة 400 و716. واخيرا حطينا التلاتة رياكشن بتوع او الاثنين رياكشن والكابل بتوع الاي اكس واي واي وزيرو. تمام. طبعا ده يعتبر انترنال صح؟ اه السي انترنال والدي انترنال والبي انترنال زي ما انت شايف. اي حاجة بتربط بين الاثنين ممبر يبقى انترنال، بتربط بين الممبر والارض او الجراوند يعني دي اكسترنال. تمام تمام. خلاص هنا دي 400 ودي 400 والاثنين عكس بعض زي ما انت شايف كده. طبعا دي 500 في 4 على 5 يعني 3400 ودي 300. وهنا الاي اكس فيبقى الاي اكس ماينص 400 بلس 400 يعني الاي اكس هتطلع بزيرو. اي واي بلس 300 ماينص 716 تطلع الاي واي ب 416.7. واخيرا هاخد مومنت عند الاي اكنسل الاي اكس والاي واي ويطلع لي الكابل نيجاتيف ام اي عشان انا فرضه كلوك وايز. ممكن تفرضه انتي كلوك وايز براحتك، شوف اللي هيطلع. واكمل هنا نيجاتيف 500 في 0.5 وبعد كده 400 في 0.8 نورمال ديستانس، وهنا 716.6 في 0.6 وبالبوستيف عشان انتي كلوك وايز. يطلع لي ان الام اي 500 نيوتن متر. طبعا كده يعتبر انا خلصت المساله. طبعا هي مساله كبيره فيها 3 ممبرز، بس في النهايه طبقنا فيها القواعد بتاعتنا عادي جدا. ان انت تبدا بتشوف انهي ممبر فيه 3 انون وابدا بيه وابدا احل المساله واحده واحده، وتلاقي الدنيا طلعت معاك ما فيهاش اي مشكلة. خلاص حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ هو أنا بس عايز أعرف أنا لو أحلها زي ما هي كده مش هفككها، هيبقى الرياكشن عند بي وسي ودي هيبقى إزاي؟ ما مش هفككها مش هيظهر. ما عارفة، هو أنا بس عايز أعرف لو ما فككتهاش الرياكشنز هتبقى إزاي؟ أهي الرسمة اللي أنا رسمها أهي أهو، بس من غير طبعا الفورس اللي عند دي. اه يعني مش هحط الفورسز بتاعت الكونكت اللي هي الحتتين اللي معمولهم كونكت، مش هحط الرياكشن بتاعها. اه يعني دي ودي مش هيظهر التلاتة صح؟ اه البي والسي ودي يعني اللي هيظهر بس اللي انا حطه اهو. تمام شكرا. بس اللي هي الاي والاي هم دول اكسترنال. ما احنا قلنا الاكسترنال بيربط بين الممبر والجراوند، وطبعا ال 600 نيوتن دي حدش ينساه دي يعتبر برضو اكسترنال. تمام شكرا. تمام بس معلش ممكن البي دي اف ده يبدا برضو مع البي دي اف الثاني. تمام بس انا يعني معلش اصبر عليا يوم ولا حاجه، لان انا لسه الحل ده يعني هكتبه بشكل اوضح شويه بحيث ان انت تبقى تشوف بشكل اوضح. تمام تمام باشمهندس. اه اتفضل. هو كده خلاص؟ اه اللي عايز يخرج يخرج يعني. اه اللي عايز يخرج يخرج خلاص. تمام. انا في المساله اللي فاتت اللي هي دي ماشي تمام. السلايدز بقى اللي بعد دي. ايوه اللي بعدها كمان. اه هو انت ليه يا باشمهندس لما جبت المومنت اباوت سي لغيت ال 100 كوزاين 45؟ لا انا ما لغيتش ال 100 كوزاين 45 ولا حاجه، انا خدت ال 100 كلها تمام، وقلت اجيب النورمال ديستانس بينها وبين السي، فروحت منزل النورمال ديستانس. الزاويه دي كام؟ 45. والضلع ده كام؟ 2. يبقى النورمال دي النورمال ديستانس بتوين المية كلها والضلع كام؟ هتبقى 2745 يعني؟ اه بالظبط. تمام يعني انا خدت المسألة الأخيرة السيتا مش راضية تطلع معايا. اه السيتا بتاعت الفورس اللي هي طالعة من الجروب اهي، اعملها لك تاني اهي اهو.
هفترض ان الزاويه دي كام سيتا خلاص. طب لو دي سيتا يبقى الزاويه دي كام 90 ناقص سيتا بالظبط 90 ناقص سيتا يبقى اخر زاويه خالص دي دي مش دي ودي 90 يبقى دي كام سيتا وعامله ترينجل 3 و4 و5 تمام اتفضل معلش يا مهندس ممكن تقول تاني ليه الكابل المومنت حواليها مش بيلغيها لان الكابل فري فيكتور فالكابل الفري فيكتور ده لو انت خدت نقطه مالوش نقطه تاثير هو بيأثر عند نقطه اي عشان ده فيكسد سبورت لكن لو انا خدت عند نقطه اي هيفضل موجود هيفضل موجود مش هيلاشي الاي دي لما بتلاشي الفورسز يعني الاي دي بتلاشي المومنت بتاع الفورسز سواء الاي اكس او الاي واي هل الام اي ده فورس ولا قبل قبل صح فالقبل ده فري فيكتور فبص لا قبل ما هي ليها اتنين الاكشن اي اكس واي واي الام اي ده مش فورس ده قبل الكابل ده يعني عبارة عن اثنين فورسز بارلل وبينهم نورمال ديستانس ما علينا من التوصيف بتاعه لكن هو ليه قيمة كمومنت ملهاش علاقة خالص بان انا لو خدت المومنت عند النقطة دي يتلغي لا ما بتلغيش ليه لانه فري فيكتور فيكتور ما بيتأثرش ملوش نقطة ثابتة يتحدد فيها يعني العزوم حوالين الازدواج هيفضل برضو يدور لو احنا خدنا حوالينا هيفضل برضو يدور صح بالظبط ايوه بالظبط باشمهندس اتفضل الزاويه دي يعني لما انزل العمود عامل 90 اللي هو رد فعل بتاع السلوت ايوه يعني ايه مش فاهم بتسالي على ايه عشان مش سامع كويس 90 ناقص سيتا اه يعني لما نزلت اللي هو رد الفعل بتاع السموث سلوت عمل زاويه 90 كلها فانا لو فرض دي سيتا يبقى الثانيه 90 ناقص سيتا صح بالظبط اه وبعدين دي 90 ناقص سيتا يبقى الثانيه دي سيتا عشان دي كلها 90 تمام طب عايزنا بس ينفع السلايد اللي قبل دي ماشي ايوه انا خدت اتنزل يا مهندس اه ثانيه واحده هاخد اتنزل بعد السؤال ده بالظبط ثانيه ايوه الايه ما جبت العزوم عند سي لغيت البي واي عشان بيمر بالسي صح لا ما لغيتش البي واي فين البي واي ما لغيتوش ما البي واي 90 البي واي ما بيمرش بالسي 90 ضربته في الراديوس اللي هو 2 اه تمام يعني هو يعني ما كملته للاخر يعني هو مش هينزل لحد الاخر صح يعني لا هو هينزل لحد الاخر بس نقطه سي هنا ونقطه بي هنا هينزل لحد السنتر بتاع الدايره نقطه سي دي على الدايره لكن هو هينزل لحد السنتر بتاع الدائرة تمام شكرا تمام ثانية واحدة بس يا باشمهندسين ناخد التندنس واللي عايز يتفضل باشمهندس معلش هو في اكيد ناس طلعت لما حضرتك قلت اخرج ف خلاص النهارده من غير اتندنس خلاص يا باشمهندسين لله وللوطن تمام تسلم يا باشمهندس باشمهندس عندي سؤال في المسألة الأخيرة اه واحنا لما جينا اشتغلنا على المنبر بتاع بي دي ثانيه واحده اجي بقى اكبرها لك بس لما اشتغلنا على المنبر بتاع البي دي ايوه احنا لما جينا اشتغلنا على المنبر بتاع بي دي خدنا الدي كانها بين ولا لا ما احنا قلنا الدي دي سلوت هي بين بس سلوت يعني ايه سلوت يعني بيظهر الرياكشن عمودي عليها على طول عشان هي بتسمح بالحركه لفوق او لتحت فبيظهر الرياكشن عمودي عليها لكن الدي دي بين عاديه لكن الدي دي سلوت انا فاهم اه يعني انا قصدي عشان المنبر البي دي وهو في ظهر في الظهر فهو يعني كنا هنشتغل على البين بتاع الدي قصدي هو ده ما البين بتاع دي قلنا هيبقى فيها الرياكشن زي ما انت شفته كده الرياكشن العمودي عليها اللي هو سميناه ان اتعاملنا معاه وحسبناه ماشي تمام يا باشمهندس شكرا خلاص ها خلاص يا باشمهندس باشمهندس هو في حاجه ملغيه في المسائل اللي كانت مبعوته لنا آه.
في مسائل الفريمز مسائل 88 و89 و101 اديها بنبه عليكم المره الجايه ان شاء الله في اللي هي في من الاخر اي مساله فيها بن متوصله بثلاثه ممبر احنا البن اخرها 2 صح ولا مش صح زي ما احنا بنشوف هنا في المسائل بن متوصله باثنين في مسائل هتلاقي ان البن متوصله بثلاثه بثلاثه ممبر دي مش عليك تمام شكرا شانس تمام خلاص يلا باشمهندس يعني ال خلاص لو حد عنده سؤال بالنسبه للناس اللي هتعيد الكويز باكد ان الكويز هيبقى يوم الاحد ان شاء الله على نفس الجزء اللي انت امتحنت فيه الكويز يعني الكويز كان على شابتر 2 الاعاده بتاعت الكويز برضو على شابتر 2 اللي هيعيد الكويز طبعا اعتقد المعلومه دي عندكم خلاص ان هياخد درجه الاعاده ملوش علاقه بالدرجه الاولانيه يعني ايا كان الدرجه الاولانيه اللي انت جبتها خلاص مش تاخدها هتاخد درجه الاعاده تمام كده خلصت يا باشمهندس كده خلاص تمام ماشي يا باشمهندس تمام ماشي يا باشمهندس الكويز بتاع 2012 ده داخل في ايه احنا قلنا سابقا لسه كنت بقول المعلومه دي والله شابتر 2 زي الكويز الاولاني بالظبط هو عاده بالظبط زي الاولاني الاولاني كان على اول محاضرتين واول سيكشنين ده برضو على اول محاضرتين واول سيكشنين يعني دي الناس اللي ما امتحنتش اللي لا اللي او اللي عنده كان عنده مشكله يعني مش ده كويز جديد اصلا تمام هو عادي الاولاني تمام فالامتحان وجاب درجه حلوه فيه وما كانش عنده مشاكل خلاص اللي عنده مشاكل وبعت اسمه طبعا هيمتحن هيمتحن على نفس اللي امتحن على زميله الاولاني اللي ما كانش عنده مشاكل وجاب الدرجه تمام مهندس هو ما بداش في الماده اصلا يعمل ايه اللي ما بداش في الماده يحاول بقى يحاول يبدا فيها ما خلاص احنا بقى قدامنا شهر حاول بقى قدامك يعني زي ما بتقول كده اجتهد على قد ما تقدر وشوف الدنيا ماشيه ازاي هنعمل ايه هتعمل ايه يعني ما خلاص لو قلت خلاص انا مش هلحق فانت بتضيع على نفسك اي فرصه حاول وربنا يسهل في الاستاتكس بالذات عشان اكون صادق معاك ما خدناش حاجات كتيره زي ما انت فاكر وكل اللي خدناه لحد دلوقتي خمس مواضيع تمام بينهم ثلاثه شبه بعض يعني كل اللي خدناه خمس مواضيع منهم ثلاثه شبه بعض فابدا وان شاء الله خير يعني تمام طب اتفرج على المحاضرات والتوتوريالز سوا ولا التوتوريالز تبقى كفايه لا اتفرج على المحاضره في الاول تمام على الاقل حتى الاكزامبلز في المحاضره وبعد كده اشوف التوتوريالز تمام شكرا يا باشمهندس خلاص طب يا باشمهندس عشان خلاص صلاه المغرب اللي هي الناس تصلي المغرب ماشي السلام عليكم يا باشمهندس